لا تنشر معلومات تحدد شخصيتك. اختر كلمة مرور صعبة بحيث يكون من الصعب اكتشافها. لا تنشر صور غير مناسبة. لازم تتعرف على الإعدادات الشخصية. لا تنطي الإذن للتطبيقات قبل لا تتحقق منها. اختار أصدقائك بحذر. لا تستخدم اللغة الغير مناسبة. أوقف وفكر قبل لا تسوي كليك. لا تخلي الانترنت يكون المجرد حكي وبس. لا تخلط بين الصفحة العامة اللي كل يشوفها وبين رسائلك الشخصية. استخدم برنامج حماية الحاسوب من الفيروس.